ديشن كتيره جدا. الحقيقه انه ده ما عادش ليه معنى قوي، انما كان بيفرق بالنسبه لنا لما كنا بنعمل كونتراست ستادي. يعني ممكن جدا واحنا بنعمل سيريبرال انجيوجرام وعايزين الفيرتبرال احنا قاعدين ندور في السب كليفيان معايا، واحنا بنعمل يعني زمان كان المانجمنت بتاع السب اركنود هيمرج ان العيان قبل السي تي اي يجي لي اعمل له سيلكتيف فور فيسل انجيوجرام. فممكن انا بدور دايما على البيزك اناتومي، انه الرايت كاروتيد طالع على اليمين ومع البريكيوكيفاليك، وانه الفيرتبرال الشمال طالع طالع من السب كليفيان، فبتبقى غلبه فيه بس البحث، انما هي في معظم الاحيان نورمال فاريشن. هنا مثلا ده شكل، ده نورمال ثوراسيك اورتوجرام. نعم يا فندم. ده كده مين الاسندنج، وكده ده الكلاسيك باترن انه الثلاثه موجودين معايا. طيب هنا في احيانا نلاقي اندنتيشن صغير مش كواركيتيشن، لا نيبل لايك بروتروجن، ده نورمال، وده السايت بتاع الاتريتيك بيتا اندكتس. عشان كده انا قلت لكم انه الاكستريم فورم، وحوري لكم حاله كده ان شاء الله، اكستريم فورم للاورتيك كواركيتيشن اسمه اورتيك انتربشن، بيبقى الاورطه اتنين، مش قصدي اتنين يعني اخد تو سيجمنت لانه مش دوبليكيتد الارش، وده طالع من الليفت فنتريكل، والديسندنج تعتبروه طالع من البيتا اندكتس معايا، وهنشوف حاله فيه بيفكروني. فممكن وممكن نلاقي البيتا اندكتس نفسها سالكه. هنا ده الصوره دي بتبين احد الحاجات المشهوره في الفاريشن اسمه بوفاين ارش. شايفين فيها ده مين؟ البريكوفالك. طيب وده مين؟ الكاروتيد الليفت. فانا ممكن وانا بدور عليه في الارش يطلع روحي، واحنا كنا في القسطره، فبدانا نعرف ان لو ما لقناهوش ندخل، يعني انا بدخل على البريكوكيفاليك للرايت، انا عمال ادور في الليفت كاروتيد فين؟ في الارش، هو طالع من الاستوما بتاعت، فده نورمال باترن وبيسموه بوفاين، زي ما بتلاقوا في البرين. هنتكلم عن حاجه اسمها بيرزيستنت فيتال سيركوليشن، معرفش حد منكم سمع عنها ولا لا. طيب واحنا في السيريبرال هنقولها ان شاء الله. ده برضو الباترن اللي قلناه ان الفيرتبرال مش طالع من السب كليفيان، ده طالع من الارش. خلاص ده يا دكتوره الابرنت سب كليفيان، شايفه ده الكاروتيد، هو ده جه من ورا وبقى فينت معايا، فده جاي منين؟ جاي من هنا، جاي من اول حته او الجنكشن ما بين الارش والديسندنج. هنا برضو بيقول ان دي حاله رايت سايدد اورتيك ارش مع ابرنت جريد فيسلز. الاورتيك ارش كده بدل ما يمشي في الليفت بارا فيرتبرال او بارا سباينال مشي رايت، بقى ده مين؟ ده السب كليبيان، وده الكاروتيد، وهنا البريكيو كيفاليك، وده. طيب هنا ده الباترن بتاعه. لا ده هنا سوري، الصوره الاولانيه هنا مبينه الدنيا، بتقول ان الليفت سب كليبيان هنا ماله بيملا فيري فينت، يعني مكتوب ايرلي ايمج فيلينج اوف ذا اسيندنج ثوراسيك اورتا والليفت كومن كاروتيد معايا فولود بالرايت كومن ايه كاروتيد، والرايت سب كليفيان
وبعد كده السبك ليفيا في الصوره الثانيه، خلونا نقراها معلش، انه في الاير في الصوره واحد مبينه فيلنج للاسندنج ثوراسيك اورتا اللي هو ده، وفي الليفت الليفت كومن كاروتيد از ذا فيرست برانش. ده الليفت كومن كاروتيد هو اللي طلع الاول، فبان يعني اول برانش طالع من الاسندنج اورتا، ما طلعش من الارش، خلاص بان الاول والعكس حصل، يعني تبديل وتوفيق. السب كليفيان ده طلع متاخر من الاسندنج ثوراسيك، من الديسندنج ثوراسيك. يعني باختصار في فاريشن كتير، ده فاريشن مهمه بيبقى فيها اسمها بقى، ما هي دي احد الفاسكولار رينج، بس دي احيانا او في معظم الاحيان بتبقى كريتيكال وبتيجي بسيمتوم. الاورطة الاورتيك ارش اتقسم في حته بقى اتنين، وبعض الفيسل طلعت من الانتيريور كومبارتمنت وبعضها طلع من البوستيريور، بقى مين في النص؟ الاسوفجس والتراكيه. ده ما يسمى الفاسكولار رينج. يعني هنا باين انه في الحاله دي انه السبكليفيان والكاروتيد طالعين عادي، ومن الانتيريور كومبوننت باين الليفت كاروتيد والليفت سبكليفيان، والجزء الثاني ده هو اللي كونتينيويشن للرايت بريكيوكيفاليك، ده الفاسكولار رينج. ده برضو ساعات الارش بيطلع على اللانج ايبكس ويبان لي كاوباستي، واسمه سيرفايكال ارش، يعني ممكن يبقى اكتاتيك وزي ارتيريو ميجالي ويطلع في اللانج ايبكس، فبيبقى اسمه سيرفايكال ثوراسيك ارش. او ممكن نلاقي الاندنتيشن ده اللي هو بتاع الكواركيتيشن. كل دول نورمال فاريشن. هنا مبين مين؟ سيرفيس ريفورمات لحاله ديسكتنج اورتيك انيوريزم، وقلنا ديسكتنج مش اخد الاسندنج، هيبقى طيب بي او ثلاثة. معايا؟ هنلاحظ كمان انه الرينال هايبو بيرفيوزد عن الناحيه الثانيه، يبقى واصله لغايه الرينال ارتري والليفت رينال طالع من الفولس اليومن. ده المثال الاكزيال الواضح جدا للديسندنج ثوراسيك انيوريزم مع بريفرال ثرومبوزيس. وهنا بنقول الكومبليكيشن بتاعه الانيوريزم في اي حته، في اي حته ممكن يحصل له رابتشر او ديستال امبولايزيشن او بريشر افكت على النير باي ستراكشر، يعني الابدومينال اورتيك انيوريزم ممكن جدا يعمل كونكافيتي في الفيرتبرال بادي. بعد كده ممكن كومبريشن على هولو اورجان زي التراكيه والفينا كافا ممكن يبقى انفكتد، وهنا هو كاتب الايروجن للفيرتبرا ضمن البريشر افكت. ده مثال لساكولار انيوريزم من الاسندنج اورطة. يعني طبعا في المكان ده ما بيحصلش قوي الاثيروسكلروتيك، انما هم محطينها في البيبر على انها مثال للسيفاليتيك اورتيك انيوريزم. وهنا الراجل ده قسم، مش بقى الديسكتنج اورتيك انيوريزم، قسم الابدومينال اورتيك انيوريزم لكذا حاجه. قال الاولاني تايب 1 الديسندنج ثوراسيك لغايه السوبرارينال. النوع الثاني اخذ من البروكسيمال ديسندنج لغايه الانفرارينال. النوع الثالث نزل شويه من الميد ديسندنج لغايه قبل البايفوركيشن. النوع الرابع سوبرا بازايكال لغايه او من فوق السيلياك لغايه الإيلياك بايفوركيشن. التقسيمات دي عارفين زي ما تلاقوا ستيجنج مثلا لاي فراكشر، عاده بنفتح البيبر ونشوف، انما مفيش حد هيحفظ الكلاسيفيكيشن، انما اللي بيتحفظ او يتقال دايما الدباكي او ستانفورد. هنا برضو اسندنج
و descending thoracic fusiform aneurysm. هنا احتمالين، انه ده انتمال فلاب او انفكتد ألسر فوكال ليك، كل ده ماشي. فهو حاططها انه فوكال ديسندنج اورتا سودو انيوريزم، يعني ممكن يقول ان ده كان كومبليكيشن لبيري اورتايتس، وبعد كده عمل الباوتش ده خلاص. وهنا بيعالجها زي ما قلنا بايه؟ بالكفرد ستنت، عشان يتحط في اليومن، فالجزء السودو ده لوحده يحصل فيه اوتو ثرومبوزس. على فكره ده مش من بره، ده من جوه. ده الكلاسيفيكيشن قلنا بتاع الاورتيك الديسكتنج اورتيك انيوريزم. هنا الصوره دي نورمال؟ لا مش نورمال، مش معقول الاورطه يكون كده هنا ويبقى هنا كده. يبقى اذا ده ديسكتنج، في واحد بان الترو اليومن والفولس ما بانش الا في الديليد. معايا؟ احنا حتى في السي تي بنلاقي تو اليومنز عاده المور دنس بيبقى هو الترو. هنا باين قوي بالريفورماتنج الديسكتنج اورتيك انيوريزم، وبعد كده بالايه؟ بالكفرد ستنت. الاسباب الرئيسيه للفاسكولايتس في الميجور اورطة، يعني في الميجور فيسلز، هي التكياسو، في حاجه اسمها جاينت سيل ارترايتس، ممكن الروماتويد والانكلوزنج، في حاجه اسمها ريلابسنج. احنا عاده بيتقال عليه اورتايتس، واكتر حد بنشوفه هو التكياسو. انا هجمع حاجات الاورتيك ارش في الفايندنج لوحدها، يعني احنا بندي البيزك اناتومي. البرونكيال ارتريز هما يعني كل اللنج اخده بالمونري، ما عدا البرونكيال تري بتاخد سيستميك ارتيريال سبلاي. سيستميك يعني منين؟ من الاورطة. ورفلي واحنا بندخل نعمل برونكيال انجيوجرام بندخل في القسطرة ثوراسيك اورطة ديسندنج ثوراسيك، وندور عند الكارينا. الكارينا يعني التراكيا البايفوركيشن. معايا؟ يمين وشمال او لاترال بيطلع الانتركوستال. عادة البرونكيال ارتري بيطلعوا من الديسندنج ثوراسيك من الانتيريور وول ما بين 5 و8 دورسال. اكتر مكان ما بين 5 و6. اوحش فحوص انجيوغرافي كنا بنشتغلها 2، البرونكيال ومين تاني؟ لا السباينال. ليه؟ لانه السريبرال انا عارف ان الهيمسفير يمين من الكاروتيد او بكروس فلو، ممكن لو الكاروتيد اليمين اتقفل هيملى من الكاروتيد التاني. انما السباينال انجيوجرافي لو عايز تعمله مثلا لسيرفايكال ليجن ممكن تعمل بايلاترال كاروتيد، تعمل بايلاترال سبكليفيان، تعمل بايلاترال فيرتبرال. معايا؟ وتدخل في بعض البرانشات بتاعه السبكليفيان. ليه؟ هم اصلا ارتريز مش ليهم ترانك، ده هم راديكلر ارتري يكون حته طوبه على طوبه. فعشان تعمل سباينال انجيوجرافي هتدخل في كل دول. البرونكيال كده برضو ملوش مكان ثابت، انما اكتر حتة بيبقى فيها هي من الدورسال دي 5 ل4 من الانتيريور بارت بتاع الثوراسيك اورطة وترايل اند ايرور. هنا يا جماعة بيقول ان في ديفرنت باترن. الديفرنت باترن دي
هنشوف الكلاسيك باترن. طيب ده انا القسطرة هنا هي دي داخلة في اورفيس في الديسندنج ثوراسيك، وقعدت ادور لغاية ما بان برونكيال ديستريبيوشن لايك اوف فيسل معايا. هنا حظ الكويس ان هما فاريانت سهل، ان الاثنين ليهم كومن اوريجين من الفيمورال ارتر. عديت الابدومينال اورطة وقبل او تحت تحت القرش، قعدت ادور عند الكارينا والف القسطره معايا ترايل اند ايرور زي ما كنا بنعمل التستيكلر فينوجرافي معايا. عشان كده انا بقول لكم انه من الفحوص او من الاشعات ده، المشكله بقى انه وارد انه يطلع من انتر كوستال برانش معايا، وارد انه يطلع كل واحد لوحده. فهنا دي الصوره الكلاسيك. هو عايز يقول بقى، وعمر ما حد هيحفظ الكلام ده، في راجل عمل شغل سنه 50 قال انه تايب 1 يبقى فيه اتنين برونكيال ارتريز على الليفت سايد وسنجل رايت على اليمين، خلاص. وقال يعني هو عايز يقول انه الكومن هو الفاريشن. في تايب 2 قال في سنجل برونكيال ارتريز بايلاترال، يعني واحد يمين وواحد شمال بس كل واحد بالاورفيس بتاعه. تايب 3 قال ان في اتنين على الليفت زي اللي فوق بس اتنين رايت معايا. تايب 4 قال ان في سنجل ليفت وتو رايت. وبعد كده واحنا بندور، يعني لو عيان عنده هيموبتسيس وعايز تعمل له برونكيال انجيوجرافي هتفضل تدور في الثوراسيك اورطه، احيانا ما تلاقيش. خلاص؟ ايوه. ففي الحاله دي ممكن ندخل السب كليبيان والسايرو سيرفايكال والانترنال ماموري والبريكارديوفرينك والسوبيريور انتركوستال والابدومينال اورطه والانفيريور فرينك. كل واحد يعني ممكن يطلع من دول معايا. عشان كده بقول لكم من اسوأ الفحوص اللي في الدنيا. انما الكاروتيد طالع من القرش، مش هيطلع من حته تانية معايا. فهي دي مشكله يعني، فعلا بيبقى يعني ممكن نقفل اوضه الشرايين يوميها بالنسبه لده وده، السباينال او البرونكيال. راجل تاني جه سنه 85 عمل تقسيمة تانية، قال لا ده في واحد بيطلع على اليمين اسمه انتر كوست برونكيال معايا، وجنبه واحد رايت برونكيال، وبعد كده ليفت برونكيال وليهم كومن ترانك. يعني طلع رايت سوبيريور كوستال وطلع ليفت ورايت بكومن ترانك. انا الحاجات دي ما اتحفظت بس بعرفكم ان ده اللي موجود في الكتب. ممكن يطلع سنجل رايت انتر كوستو برونكيال، يعني طلع من الانتر كوستو اللي طالع لللانج ايبكس والرايت برونكيال، والليفت بقى اتنين سيبريت. مش هطول فيها. يعني احنا ايه الانديكيشن بتاع البرونكيال انجيوجرام؟ ده اللي يهمنا. عادة هيموبتسيس، عادة هيموبتسيس معايا، وعادة بيبقى فيه كرونيك لانج ديزيز. انما السؤال هو الكابيتي ده هو اللي بيخر ولا ده؟ فبيجي عيان عنده سيستيك فايبروزيس، عنده بايلاترال ايبيكال تي بي وعنده هيموبتسيس، ممكن على مستوى الايمجينج موداليتيز العاديه انا شايف الكابيتي وشايف الفايبروزيس وشايف جواه فانجس، انما ما اعرفش مين فيهم اللي فيه اروجن في الول. ده اللي بدخل له سب كليبيان، بدخل له سوري، اعمل برونكيال انجيوجرام واشوف ابنورمال ستين للكونتراست. هنا بيقول ان دي ليفت برونكيال ارتري انجكشن، وورى ده النورمال سايزد برونكيال معايا. وهنا في الحاله دي الرايت لا اما طالع من الليفت
او طالعين بكومنت رانك. دي مين؟ القسطره. وده مين؟ التراكيه. وده البايفوركيشن. معايا؟ اللي بيشتغل انجيوجرافي يا جماعه بيبقى عارف القسطره من السكرين هي وش يعني مشكله وانت شغال ان القسطره عامله كده. طب البوز ده اللي قدام ولا لورا؟ انت منايم العين سوباين، هل حد هيعرف؟ لا يعني لو هي بصلك. لا انا بتكلم جنرالي وانت على السكرين. لا بس بقى الفكرة انها لو قدام لما تلفها يمين تروح يمين، انما لو ورا هيبقى العكس. فلو جينا نلفها وطلعت العكس يبقى التبل ورا. فاهمني؟ فاهمينها دي؟ فاحنا بنعرف كده انه القسطرة لو بتقرب انها تدخل انتر كوستال يبقى الورا. ده نفس الفكرة ان انا ممكن افضل ادور على السيلياك والتب عاملة لي كده، بس انا مش متأكد هي عاملة كده ولا عاملة كده. فالفها بايدي لو لفت في نفس الدايركشن يبقى قدام، لو العكس تبقى ورا، لغاية ما تلزق في اللي بيحصل انها تقف في ارتري. اقوم جايب صبغة صغيرة وحائم. اه ده رينال، ده سوبير ميزنتري، بيبقى ترايل اند ايرور. انما ما حدش يقول انه هيدخل عند دي 12 يلاقي الارتري بيقول له تعالى لي. معايا؟ هنا بيقول الكونديشن اللي ممكن تعمل برونكيال ارتري هايبرفي السيستيك فايبروزيس، الكرونيك انفكشن، كرونيك جرانيلوميتس ديزيز، برونكيكتسيز، كونجينيتال بالمونري ستينوزيس او اتريزيا، اكوايرد ستينوزيس، بعض التيومر. هنا الفيسلز باينين حلوه قوي، فبيقول لا هو شكلهم حلو ان هم بكومن اوريجن، انما كونهم كبار كده ده في عيان عنده سيستيك فايبروز. معايا؟ يعني عمر ما البرونكيال ارتري يبانوا كده. من الكرونيك انفكشن والهايبريميا بيحصلوا ان هم يكبروا. هنا بيقول انه القسطرة هي دي والبوز بتاعها ماشي، طالع دوت الرايت سايد وطالع منه اللي قلنا سوبيريور كوستال وطلع ده الرايت، والناحية الليفت ابنورمال فاسكولار تشانل سواء كانت بليدر او فاسكولار مالفورميشن. معايا؟ فهنا بيدخل في الجنب ده ويحقن اي امبولايزنج ماتيريال. هنا برضو دخل فيه الرايت برونكيال ارتري ولقى الابنورمال ارينجمنت الهايبر فاسكولاريتي. في ملحوظه انه البرونكيال ارتري مفيش مشكله انك تعمل له توتال امبولايزيشن. خلاص؟ في مشكله واحده بس، انه ساعات بيطلع من انتر كوستال. طب ايه اللي يعني ايه المشكله اللي في كده؟ لا مش ده برضو. طب انا هسال سؤال، حد ممكن يفكر ويقول لي ايه الكومنست كومبليكيشن اوف برونكيال انجيوجرام؟ نعم؟ لا برابليجيا. من سباينال كورد انفاركت. معايا؟ لانه ممكن يطلع من الانتركوستال، والانتركوستال بيطلع المين انتيريور سباينال ارتري من الانتركوستال بارتري يمكن سمعتوا اسمه ارتري اوف ادم كويجز. ده انتركوستال ارتري هو اللي بيطلع ويكون الانتيريور سباينال ارتري. فلو في اشتراك في الاوريجن مع الانتركوستال ده انت هتحقن الامبولايزنج ماتيريال، هتقفل البرونكيال بالصلاه على النبي وهتقفل الانتيريور سباينال ارتري. وده نفس فكره انه ساعات في فاسكولار بارابليجيا بيبقى سببها من اكتر حاجات الاورتيك سيرجري. يعني لو عيان عنده ثوراسيك ديسندنج ثوراسيك سيرجري احيانا يخرج من العمليه بارالايزد عنده بارابليجيا. احنا ما عملناش حاجه، لا ده هو قفل برانش
او حصل اثيروميتس اوكلوجن للانتركوستال اللي بيدي الانتيريور سباينال ارتر. اوكي، فدي اكتر مشكله. فمهم جدا ان انا وانا بصور اشوف انه الارتري في ادم كويكس ده بيبقى في الميد لاين، وهوريكم شكله ما يبانش. لو بان يبقى على اما العيان ده ما ينفعش او ادخل سوبر سيلكتيف. انما في حد ذاته لو ما فيش كولاترال ما فيش مشكله، ده بالعكس ده هيحصل لها ريفاسكولاريزيشن، والعيان اللي زي ده ساعات بيجي بهيموبتس بعد سنه او اتنين. اوكي، هنا برضو نفس الشكل الرايت برونكيال، ودول هايبرتروفي. لا ده سوري، ده نفس العيان بعد ما عمل له ايه امبولايزيشن، وده مين؟ ده الاورطة. هنا بيقول ان ده الفاريانت اللي بنقول عليه الاسمه انتركوستال برونكيال ترانك، طالع ده مين ده؟ دي الاسطرة، ومن الاسطرة دي طلع الانتركوستال برونكيال وطلع الليفت، ومن الليفت طلع سمول رايت. كلام سليم؟ طيب بس بيقول هنا انه ايه؟ ان في سباينال ارتري باين، ولا ما بيقولش كده نوت ذا كاركترستيك، اللي هو الرفيع ده قوي. يعني لو لقيت فيسل، لا ما هو فعلا بتشبه العافيه. فعشان كده اصل هو يعني عايز اقول الانتيريور سباينال ارتري مش ارتري من بدايته. الانتركوستال يحط طوبه يدوله سيجمنت الراديكلر برانشز، وده يعمل لغايه ما في واحد كبير في الدورسو لامبر اللي هو الارتري في ادم كويتز ده بيطلع زي بنسة الشعر. هوري لكم الارتري في ادم كويتز في سباينال اف ام، هو ده اللي يبان. انما النورمال سايز عاده بيبقى رفيع قوي كده. نفس الكلام للبرونكيال انجيوجرام، مش هزود فيه يعني. بيقولوا هنا بس انه ممكن جدا زي في الحالة دي انه بعد امبولايزيشن يطلع ابنورمال باسكولاريتي من سيستميك ارتري زي السبكليفيا. يعني العيان ده اتقفل قبل كده البرونكيال ارتري لهيموبتسيز وكافيتري ليجن، بعدها بسنتين جاله هيموبتسيز، فقعدت ادور لقيت انه فيه ابنورمال فاسكولار سبلاي طالع من السبكليفيان. للاوكلوجن. يعني ما هو بصي، اصل انت كل ما بتقفلي لازم هيحصل كولاترال. عشان كده انا في محاضره الانترفنشن قلت لك ايه؟ قلت لك الجولدن رول في الامبولايزيشن انك تحقني تيشو او كابيلاريز معايا، لانك لو قفلتي ارتريول حتى هيحصل كولاترال تملة. وعشان كده احنا بنستخدم احيانا بارتكلز، نقول على حسب شكل الفيسل. البارتكلز دي بيبقى محطوطة في عبوات ومكتوب الحجم بتاعها، فنقول انه الحجم ده عايزين له 50 مايكرون. ليه؟ ده الحجم اللي ممكن يدخل في الكابيلاريز وفي نفس الوقت ما يعديش. يعني ليه مش 25؟ لانه لو رفيع هيعدي ويروح البينا السايد معايا. طب ليه لو كبير ما نعملوش؟ لانه الكبير هيقفل مور بروكسيمال. فهنا ده بيقول برضو انه ده اوسوفيجيال كولاترال وعمله اوباسيفيكيشن للبرونكيال. ده برضو برونكيال ارتري على الرايت سايد، شايفين البلاد فيسل الكبار دول؟ عمر ما البرونكيال يبقى كده، يبقى هايبرتروفايد. ولانه مفيش مشكله ان انا اقفلهم، هقفلهم واشوف شكوه العيان. بنقول هنا انه البرونكيال ارتري امبولايزيشن ويل استابليشد تكنيك للكنترول بالسيفير هيموبتسيس سكندري تو انفلاماتوري ديزيز. والانديكيشن بقت كبيره جدا، انما اكبر كومبليكيشن زي ما قلنا سباينال كورد انفاركشن او ويست ترانسفيرس مايلايتس از ذا موست
frequent complication of bronchial artery embolization. ممكن كمان احد الانجيوغرافيك فيتشرز اللي في الشيست الايه؟ البالمونري انيوريزم. لو كان البالمونري ارتري دايلاتيشن سيمتريك ومش مش باثولوجيكال، يعني بمعنى الليفت كبير والرايت كبير، ده اسمه بالمونري هايبرتنشن. لو في فوكال ساكولار دايلاتيشن ده اسمه انيوريزم، وعادة بيبقى كونكتيف تيشو ديزيز زي البهست او بتاع سكليروديرما سيستميك لوبس اي حاجه من دي. فهنا في بالمونري ارتري انيوريزم وباين هنا الفوكال دايلاتيشن. كمان من الفاسكولار ليجنز اللي بتبقى في اللنج البالمونري ارتيريو فينس مالفورميشن، سواء تروماتيك او كونجينيتال، زي ما في حاجه اسمها هيريديتري هيموراجيك تلانجكتيزيا. الناس بتوع البالمونري انجيوغرافي قسموها وقالوا انه في سمبل بالمونري اف ام بيبقى ليها وان فيدر، ده تايب ايه، او وان فيدر ومالتيبل برانشز هنا برضو مازال تايب ايه، تو فيدر تايب ايه، تايب سي سوري، ايه وبي وسي. طيب امال الكومبلكس، الكومبلكس لو البالمونري ارتيريو فينس مالفورميشن اخدت من باي لوب، يعني اخدت من الميدل والرايت لوب، دي بيعتبروها كومبلكس ارتيريو فينس مالفورميشن. طالما انها اخده من سنجل لوب اتز سمبل، حتى لو من السنجل لوب ده طالع منها كذا برانش. معايا ولا مش واصله؟ إيه الطفل ده بيجي او العيان اللي عنده بالمونري ارتيريو فينس مالفورميشن بيجي بايه؟ وايه تاني؟ وممكن يجي بسيانوزس وكلابنج لانه حصل ديستربنس في الاكسجينيتد ودي اكسجينيتد بلاد. يعني ساعات كتير مجرد انك تلاقي عيان عنده كلابنج تخاف وتعمل بالمونري انجيوغرافي. عشان كده فالبالمونري اي بي ام ابنورمال كوميونيكيشن ما بين بالمونري ارتري وفين، هو في كوميونيكيشن ما بين البالمونري ارتري وفين، في بس بينهم كابيلاريز. لو ما فيش الانترفيس زي السيستميك ارتيريو فينس يبقى ارتيريو فينس مالفورميشن. لسه الفحص ده بيتعمل ولا سيتي؟ لا لا بيتعمل طبعا، لا بيتعمل فور تريتمنت، انما دايجنوستيك لا. بس انا عايز اقول لك انه ممكن احيانا يعني في بعض الحاجات النيوكلير ميديسن بيسسبكت ان في بالمونري اي في ام، فانت تبص تلاقي السي تي مفيش فيه حاجه، ففي الحاله دي هتدخل في كل برانش. شكرا شكرا. اه يا فندم اي حاجه. دي كومبلكس بالمونري اي في ام اخده من الميدل ومن اللور. هنا ده مثال برضو لبالمونري ارتيريو فينس مالفورميشن وبعد نعم ده كل دول ابنورم اهو، يعني مالتيبل، ما دي الكومبلكس تايب. احنا عايزين نقول دي لا مالتي فوكال اي في ام. معايا؟ عاده احنا انتوا يعني الاولانيه دي ممكن نقول عليها السيمبل مور ليس يتقال عليها فيستولا. هو ايه الفرق ما بين الفيستولا والاي في ام؟ عاده الفيستولا دايركت ومفيش انترفيس. الارتيريو فينس مالفورميشن مالتيبل نتورك في النص، بتوع الانجيوغرافي بيسموا النتورك دي اسم كده مخصوص نايدس. ماشي؟ فيبقى ده النايدس. انما لو لقيت الارتري والفين دايركت ارتيريو فينس فيستولا، يبقى اذا كل الارتيريو فينس مالفورميشن فيهم فيستولا، لكن مش كل الفيستولا بتدي شكل المالفورميشن، لان المالفورميشن تعني ان في انيومرابل برانشز وبيحتاجوا من سنجل كلوجر، فده واحد منهم الكومبلكس ارتيريو فينس مالفورميشن.
ده لوكالايزد وقفله بعد القفل، وبقى دلوقتي الجزء الدايليتد الفينس ده. انا عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، انتوا عارفين انه الهيموريدج اللي بيحصل في الارتيريو فينس مالفورميشن بيجي فين؟ من مين؟ لا، من الفينس سايد. لدرجه وعشان كده ده الفين اوف جالين مالفورميشن، انه اللي بيوسع هو الفين بس الوول بتاعه مش ارتيريالايزد، فهو اللي لايبل لرابشر. كل دي انواع مش يعني حد هيشتغلها، فيعني انما فكرتها كلها امبولايزيشن بامبولايزنج ماتيريال، ممكن تبقى سمول كويل او تبقى بارتكلز. ده النورمال بالمونري انجيوجرام معايا، وده زي الصورة اللي وريتها لكم بالطريقة الكونفنشنال، ان الاسطرة داخلة من لا يعني داخلة يعني دايركت من السي تي اي. هتبقى داخلة منين؟ يعني لو انا قلت لحضرتك هنعمل دلوقتي البالمونري انجيوجرام لحسن الكيكي، هتدخلي منين؟ ما انا يعني حتى نشيني في صدره كده مش اورطه، ما هو ده اللي انا عايز اقول لك عليه. هندخل من الفينا كافا، هندخل من الفيمورال فين معايا. ليه؟ لانه الفينا كافا هيدخل لمين؟ صح، رايت اتريوم. نقوم طالعين منه رايت فنتريكل ولفين القسطره طالعين في البالمونري. ساعات كتير احنا كنا بنحطها بس في الرايت اتريوم. ليه؟ لانه ساعات في عيانين معينين مجرد القسطره تحك في الوول بتاع الرايت فنتريكل العين يدخل في اريزميا، فمش فارقه معايا. فالبالمونري انجيو ممكن جدا امتى بقى؟ لو مضطرين نعمل امبولايزيشن ندخل سوبر سيلكتيف بمايكرو كاستر. فادي القسطره، انا وريت لكم حاله وقلت لكم ده الارتيريال فيز اوف بالمونري انجيو، لانه القسطره كانت مش في الاورطه. فقلت لكم البالمونري يعني العيان ده لو خدت له اول 3 ثواني مين اللي باين؟ بالمونري ارتري. 10 ثواني الاخرين مين اللي باين؟ الاورتيك ارش. فده شكل النورمال بالمونري. ودلوقتي ما عدناش بنستخدمه لايه؟ للدايجنوزس في وجود السي تي اي. هنا الصورة دي بتقول ان احنا في انهي مرحلة؟ بنقول ان احنا في النص، يعني البالمونري بدأ يفضي وبدأ الاورتيك ارش يبان والقسطرة موجودة في البالمونري. دي حالة بيقول ان ده partial anomalous venous return للليفت لانج، ماشي، انه البالمونري فين ده المفروض يدخل في فين؟ في الليفت اتريوم. ممكن يدخل في السوبير فينا كافا، ممكن سنجل وممكن توتال انوملس بالمونري فينس درينج كونجنتال، ماشي. انا هوريكم، فكروني، احنا عايزين نشوف الحاله بتاعه الارتري في ادم كويكس، وعايزين نشوف التوتال انوملس بالمونري فينس درينج، وعايزين نشوف الايه الاورتيك انترابشن. اه ما هو ده البالمونري فين، ده ما هو هو ده، مش الجزء ده بدل ما يدخل دايركت كده، يعني ده الترانك بتاعه راح طالع فوق السوبير فينا كافا معايا. يعني البارشل او سوري الانوملس فينس ريتيرن يا جماعه، عشان برضو زي البرونكيال ارتري زباله، انه في 4 بالمونري فين خلاص. ممكن الرايت ابر يدخل في سوبير فينا كافا، ممكن يبقى انفرا ديافراجماتيك ويدخل في يعني السيميتار. تعرفوا السيميتار؟ السيميتار از الوكالايزد فورم اوف بارشال انومالس بالمونري فينس درينج. بيبقى فيه على الرايت السيميتار عاملين عارف زي السلاح السيف المتني كده، بتلاقوا في الشيس اكس راي اب نورمال سيف لايك. فنيجي نعمل
بالمونري انجيوجرام نلاقي ان السيف ده عبارة عن الرايت لور بالمونري برانش، بدل ما يدخل فيه الليفت اتريم نزل وكروس الدافرام ودخل في الاي بي سي. كل ده مانيفستيشن او حاجات لمين بيتقال على ده السيميتار لاسم تاني اسمه كمان هايبوجينيتك رايت لانج سندروم. حواليكوا برضو سيميتار هنا، ده الديليت فيز بتاعت الام ار اي. هنا الطريقة القديمة بس احنا مش بنعملها للتشخيص، ان فيه فيلنج ديفكت ولاك اوف اوباسيفيكيشن للديستال بالمونري برانشز، يعني ده بالمونري امبوليزم زائد سمول برانش الصغيرة هنا. كل الدياجنوزس للبالمونري امبوليزم دلوقتي بقى سي تي اي، انما ممكن ادخل واحقن ستريبتوكاينيز او ثرومبوليتك او اي حاجة تعمل ديسوليوشن للامبولس. هنا ده شكل السي تي اي اللي بنشوفه، ده مين؟ وهنا البالمونري. ماشي، لو بقى ربنا فتح عليكم وعايزين تجيبوا جهاز سي تي، يعني جهاز السي تي يبان قوي في مين؟ في البالمونري. يعني الاسهل تعملوا بالمونري انجيو ولا اورتوجرام سي تي؟ لا الاثنين سي تي ليه؟ بالظبط كده، لانه البالمونري يا دوب انت بتحقن فيه الايد داخل على السبيرف جينا كاب على البالمونري. لو صورت البالمونري في مرحلة الاورطة وهو فيه صبغة يبقى مش فحص بالمونري معايا. فلازم البالمونري يبقى باين والاورطة لسه مش داخل فيه صبغة، فده لازم عايز جهاز مثلا جهاز سريع قوي. هنا باين ان في فيلنج ديفكت في الرايت مين، وهنا ده نورمال. كلام سليم؟ شايفين المنظر ده لو في سوفت تيشو دينستي جواه وسيميليونر كونتراست في الباوندري يبقى ده فيلنج ديفكت. لو لقيته في الاكزيال دايره، لو في البرانش هلاقيه لاين فيلنج ديفكت جوه. هقوله لكم في البالمونري، هنا برضو بالمونري امبوليزم وديفرنت ستيجز لي ان انا ادوب الايه الامبولس. هنا برضو مثال لكرونيك بالمونري امبوليزم، يعني عايز يقول انه هنا مفيش فيلنج ديفكت، انما بقت الامبوليزم ده عامل كانه فايبروزس وعامل اكسترنسك ماس. هنا نعم، لا هو ده البرانش، يعني هو ده اليومن كله وده لازق في الوول معايا. هنا برضو عايز يقول انه ممكن بعض الانفكشن زي الروبيلا تعمل بالمونري برانش استينوزس. هنا بيقول برضو انه ممكن يحصل اكسترنسك بالمونري انكيسمنت باي مالجنانت ميدياستاينال او برونكوجينيك ماس. هنشوف بقى حاجات البالمونري دي. ده سكانوجرام لعيان عامل استرناتومي اورتك ديسكشن، واخد هنا مين؟ هنقول طيب مين بقى؟ اخد الاسندنج، لا الاسندنج اهو، يبقى اخد الارش، يبقى لا اما تلاتة لا اما بي بقى زي ما يعني. المهم مش واخد الاسندنج، نزل تحت
لغايه بقى شايفين الفرق في الكونتراست دينستي ما بين الترو والفولس هيومن. ممكن كمان نعرف منهم مين اللي اخذ. وهنا في السجتال ريفورماتنج بان ان سيلياك وسبيرميزنتريك من المين هيومن والتاني من وممكن برانشات تانيه طالعه من اللفت. فده ديسكتنج اورتيك انيوريزم. الكيدني برفيوجن متهيألي مور لس معقوله. في اللفت قل شويه, اللفت قل شويه ممكن يكون طالع منها, بس انا مختار صور بس عشان ابين الاورتيك, لانه لو انت هتكتب تقرير هتبص على الرو داتا اللي كل واحد ملي مثلا. شايفين حاجه بايلاترال بالمونري امبوليزم. ممكن ممكن بقى تلاقوا في سايد برانش زي ده مجرد ان الصبغه مش واصله. فبنشوف في الميجور ارتريز ولا في برانشز, وبنعمل الميب كده. في حاجه في العيان ده كمان سبير فينا كافا ماله ثرومبوزد. وايه تاني ممكن يكون عندها؟ كونكتيف تيشو ديزيز. في حاجه تانيه كمان باينه قوي, ايه ده؟ الازجوس. عاده يبقى ده كولاترال باس واي عشان سبير فينا كافا الاوكلوجن. ماشي. فدي بنت كانت صغيره وكان عندها تندنسي تو فينو اوكلوزيف. يعني في ناس كتيره على فكره كده, يعني في ناس كتيره بتلاقوا عنده هيستوري لدي بي تي وبعدين بورتال بتاع ده ثرومبوزيس وزاوت نوع من الهايبر كواجيلابيلتي. يعني في بعض السندرومز او الفاميليال ليجنز اللي ممكن تعمل كده. متهيألي عندي حاجات ممكن نشوفها. والله لا, مازال الرو داتا احسن من الاكزيال. ايه بقى نحطت الفيلم ده ليه؟ مفيش فيه حاجه. ماشي. وبعدين شايفين اليونيفورم ادام التسول بتاع الديودينم؟ شايفين ده؟ ده وول سكن يونيفورم بتاع إديمة. ده ممكن, لا ده انا بقول يونيفورم وإديمة. ده عادة ارتيريال او فينس اسكيميا, او ممكن نحط انفلاماتري باول ديزيز. بس اول ما اشوف يعني لو لقيت ده مالتي فوكال يبقى العيان ده عنده سام سورت اوف باول اسكيميا. انا مش فاكر الحقيقه في حاجه. اه لا, ده انا عندي حاجه تانية مميزه جدا. في الصوره دي نعم. اه ايه رايكم ده مين وده مين وده مين؟ لا ده مش سيرفكس, ده صبغه او هايبر دنس فلويد. يعني ممكن يبقى هيمو بريتونيوم. يعني ده اسايتس بس هايبر دنس. ده منظر الهيمو بريتونيوم. او لا, ما هو ممكن يكون حاجه تانية, او في عنده كونتراست ليك من حته معايا. انما لو 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 يعني سيب, لا لا هو ده كانه في اسايتس. اه فكروني برضو حاله, قولوا لي حاله الليفر اللي فيها رابشر ارتيريو فينس مال فورميشن وفيها هيمو بروتونيوم معايا. فانا بقى كنت مارشيفه الحاج ده ليه او الحاجه دي.
ما انا عارف، بس انا عايز اعرف انا كان التشخيص بتاعها ايه. باول وول سيجمنتال سيكننج ويز هيموبروتونيوم، يعني ما كانش عندي حاجه تانية. ده ايه؟ ده ام ار ايه؟ ماشي. بس يعني بيبقى مشكله طبعا في الام ار ايه انه التايمنج ما بيبقاش حلو قوي، فهنا باين الفينس سيستم والارتيريال، انما مش هنختلف انه في الاورطه انتمال فلاب معايا. وفي الكروس سكشنال ايمجينج باين الانتمال فلاب. ممكن لو عيان عنده اي مشكله بالنسبه للكيدني يعني ممكن ابدا اعمل ام ار اي برضو، ده هيبقى تايب 2 او بي يعني، او يعني المهم انه مش واخد الاسندنج يعني. ممكن حته واحده، لانه في فاسكوليتك يعني ماشي، يعني في يعني الطبيعي ان يبقى مالتي فوكال، وهوريها لكم. بس ممكن يبقى في سيجمنتال، يعني حد عنده انواع من الفاسكولايتس اللي قفلت حته صغيره. لا 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 لا، بس انا بقول انها وجودها كده ويونيفورم وإديمة اشك انها فاسكولار. لا لا مش شرط الاقي. انا عايز اقول لكم يعني ان شاء الله يعني بعد كده هتعرفوا يعني ساعات. يعني حد كان مره بيوريني حاله، وبعدين قلت له من الباول وول برضو نفس الشكل كده، قلت له ده شكلها ميزنتريك فينس ثرومبوزس، وهو الفحص معمول بدون صبغه. فالراجل عمل صبغه طلع ميزنتريك، فقال لي انت عرفت منين؟ عينيكوا بتعرف، واخده بالك؟ ما شكلهاش الكرونز، بتلاقي سمادجنج في الفات، بتلاقي فيستولا، بتلاقي ستريكشر، انما الهيلثي اديما بتارجت ساين في الكروس سكشن او تيوبلر اديما. هوريها لكم صور ليها كتيره. العيان ده ريال انجيوجرافي زي ما بنعمله. الفحص ده اسمه ايه؟ اسمه ارش اورتوجرام. القسطره دي مالها؟ بيكتيل ومحطوطه في الارش فوق الاورتك فالف. ده مين؟ وده سبكليبيان، وهنا الليفت. طيب في حاجه غريبه، واحد في السبكريبيان اليمين، في حاجة تانية هنا مش باين حلو. ما هو ده اللي انا بقوله، السبب في حاجة تانية. طيب طيب ممكن نشوفها، هنشوف هنا بقى ايه. بصي بس انا عايز في هنا. نعم، وفي ثرومبوستيميا صبغه. لا لا مش قصدي، لا انت خايف من الميكروفون. لا ده عيان مخبوط برصاصه دخلت ما بين الكاروتيد والسبكليبيان وعملت سودو انيوريزم. لا لا ده بصي، ما هو احنا لا 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 لا، خليني اقول لك حاجه ثانيه واصحح المعلومه. انا قلت لك الاساس في السودو انيوريزم انه نوت ارتيريال وول، وانه كوميونيكيتنج هيماتوما، صح؟ وانه البورشن اللي كوميونيكيتنج والنيك بتاعته بالارتري هي اللي بتحدد هو هيبقى دنس ولا لا. فلو ليه وايد نيك هيملى بنفس الدنس بتاعه الارتري، لو فتحه صغيره هيبان كانه
lack of contrast معايا، فده كبير. الحقيقة احنا حاولنا عشان نحل مشكلة العيان ممكن نعمل له ايه بس ما تحلتش، ان سؤال للجراح هو ده منين، فجينا هنا يعني مين الاكثر المتسبب. من غير التيوم بالظبط كده، هنا اكتر طالع من مين مش عارفين، والله جايين على بعض. المهم يعني انا مش عايز اضيع وقت في الـ في الـ في بس بوريكو ازاي ممكن تبقى يعني ريال تايم وانت بتعمل انجيوجرافي. فانت هتدور لازم هندخل في السب كليفيان اهو بان، وهندخل في الكاروتيد بان، فهل هو باي لوبد بقى؟ ماشي. فده مثال لتروماتيك، وطالما ان تروماتيك هيبقى سودو انيوريزم. اتفضل. هو لا اللي هي طلعت يعني حاليا ما فيش ده، في كافيتي يعني ده هي مش موجوده. في ايه يا شباب؟ في اسايتس. ايه رايكم بمنظر الباول ده؟ شايفينه؟ هو ده الادام التسهول. اول ما اشوفه كده لازم ابص على الميزنتريك بيسمز معايا، فهلاقي ده مين؟ الارتري، وده سوبر ميزنتريك بين ديستندد وثرومبوز. انما اللي خلاني ابص هو الدايليتد ايديمتس باول، والعيان بيجي بسمت. شايفين ده في الكروس سكشن تارجت فيري يونيفورم، وفي الكروس وفي اللونجيتيودينال عامله زي تيوب فيتشرلس. اكتر حاجه تعمل كده زي ما قلنا الايه؟ الفاسكولار، سواء ارتيريال او فينوس. نعم، هو ده في الغالب جيجنال، في الغالب جيجنال. البورتال فين المسب. بص هو انا برضو خلينا اقول حاجة، انا قلت لكم امبارح الكلام ده وانتوا نسيتوه. ده ما بيحصلش الا باكيوت ثرومبوزس. يعني لو كرونيك بورتو ميزنتريك ثرومبوزس ممكن ما يبقاش فيه باول اسكيميا. معايا؟ بمعنى يا جماعة، بمعنى لو في البرين كل الديورال فينس ساينسز كرونيكالي اوكلودد مش هيبقى فيه فينس انفاركت. لو واحد بس سيجمويد او ترانسفيرس قفل فجاه هيبقى فيه سيمتوم. ماشي، فالفينس سيستم متوقف على هو اكيوت ولا كرونيك. يعني some sort of wall congestion. لا ده MR. ده ايه؟ انيوريزم. ده انيوريزم اعتقد في بنت كانت زرعة كدني، حصل انفكشن للجرافت وبقى في سيكولار انيوريزم، والفحص ده ايه؟ MR. ما احنا اتفقنا ان البروتروجن ممكن يدخل، وممكن كمان تبقى يعني ما اقدرش افرق هي ألسر ولا بيري اورتايتس او بيري إلياك او سودو انيوريزم.
زي احنا شفنا حالة زيها وقلنا ان شكلها كده. والعيان ده يعني اتعمل بدون كونتراست ماشي، عامل سي تي بدون كونتراست بدون صبغه يعني، فباين ان في هيوج اورتيك دايلاتيشن، بس انا مش هيبقى مفيد يعني لانه من غير صبغه. أسرومتس بليك وحصل يعني كرونيك ليك وبقت عامله بروتروشن، يعني بدايه احد الستيجز بتاعه الاسروسكليروزس ده على فكره زي بالظبط السيفاليتك اورتيك انيوريزم، ممكن يحصل بري اورتايتس الحته دي فايبروز الوول بتاعها هيبقى ضعيف فيحصل سيكولار دايلاتيشن ماشي، قد تكون الالسر كده او حصل خرم صغير وسيل بجرانيوليشن تيشو معايا. يعني الاورطه انت لو شفت الباثولوجي بتاع الاثروسكليروزس الانتما ممكن يحصل فيها ديفكت زي الاوستيوكوندرال ديفكت اللي بيحصل في الكارتليج ويدخل في. هو انا هقول لك هو ايه سبب الديسكشن، ماشي ما تقول بدايته ألسر، يعني بدايته ألسر في الانتما بس في الانتما بس، فعملت تعمل تراك ممكن لو ديبر هتخرج لبره معايا، فبيبقى فيه يعني طالما ان الارتري سموث اوت لاين عارف زي ايه، نفس فكره الاتش سي ال في الاستومك وهي هيلثي مفيش مشاكل، لو حصل فيه ألسر هتعمل بنتريشن او بيرفوريشن. شايفين ايه ولا شايفين اي حاجة؟ بالظبط ده الباول وول اديمة اللي ممكن زي ما قلنا بتاع انفكشن او بتاع بس او بتاع. هنا الحقيقة مش باين اذا كان في فاسكولار اوكلوجن، انما باين كمان ان في ابدومينال وول ابسس. في حاجه تانية باينه تاكد انه ممكن يقول انه ده فاسكولار، ماله في فلتر، فده ممكن يديني اندايركت ايفيدنس لانه هو ده الفلتر جوه بالكروس سكشنال. انا كنت نسيت يعني كنت او مش هعرفها فكنت هتفضحوني طبعا. لا يعني هو ده بيقول ان العيان ده عنده تندنسي تو فينس ثرومبوزس، انا يعني ممكن طبعا يبقى السبب انفكشن، انما انا قصدي بقى عندي سبب يقول انه ممكن انه الاندايركت انه الوول اديمتس، وفي نفس الوقت العيان ده بيتركب له فلتر يعني بيجي له بالمون بيجي له ثرومبوزس في فينز كتيره، فممكن يبقى السبب كده. اهو انا الفلتر هنا يا دكتوره، احنا هنا فين؟ كدني صح؟ احنا لازم مش احنا قلنا لازم يبقى تحت الكدني، قادرين الفين خلصوا بدا يتحط هنا صح؟ ده ابسس وانفكشن اهو كده، ممكن جدا ما يبقاش يعني هو السبب فينس، هو مكتوب باول وول سيكننج ويز اي بي فلتر اند بارا انتستاينال ابسس. اوكي
لا لا دوت اولا ده فايده الاورال، انما مفيش باول ده. اعتقد انه هنا لو احنا شفناه تاني ده ليه في اير جواه ولازق في الانر اسبكت. احنا بنتكلم على ده ده، وفي نفس الوقت معظم الباول مليانه، فصعب قوي انه يبقى الا لو بوست اوبرا تبقى ادهيجن ولازق. بس حتى لو لازق لازم ادور على انلت واوتلت ليه. دي حاله الحقيقه ما وصلناش فيها او ما عرفتش هي ايه. كانت هايبو فاسكولار ماس دايسه على البالمونري، شايفينها؟ هل دي بقى اولد هيماتوما وكده؟ يعني اتكتبت كده وده كان عيان من اليمن ومعرفتش الحقيقه الدنيا بتاعته طلعت ايه، انما باين انها اكسترنسك اندنتيشن وانها توتالي نان فاسكولر. ده ايه؟ ام ار اي. بس الحقيقه بالطريقه دي بيبقى بكونتراست، يعني ممكن اعمل ام ار اي بالتايم اوف فلايت وممكن احقنه صبغه، وباين هنا انه ده الكاروتيد ده استينوتيك الانترنال وهنا مقفول. ده مين؟ ده الفيرتبرال. معايا؟ يعني لو لفيت الدنيا كده هلاقي انه على ناحية دي very tight narrowing والناحية التانية مقفول وملا بعد كده. احيانا بيملا منين؟ من السيركل اوف ويلس ويملا ريترو جريد. يعني ساعات كتير هو مقفول في النك هتلاقوا ياخد بنفس السب كليبيان ستيل يملا من الناحية التانية والابر بارت بتاع النك يملا ويفضل اللور بارت اللي مش مالي، لانه هنا لو بصينا وهتلاقوا في فرق في الصبغة. يعني بصوا ده مين ده؟ هو ده الانترنال كاروتيد اللي مقفول تحت، فهو بياخد صبغه ببطء شويه من جاره من فوق وينزل بيه تحت. نعم؟ هنا شايف ده الانترنال وده الاكسترنال، سوري ده الانترنال وده الاكسترنال برانشز وده البلب. بالنسبة للناحية التانية انتوا عايزين تاخدوا الاكسترنال برانشز برضو في الغالب. الناحية التانية يعني اخد الاثنين يمكن، يعني مش عايز يعني شايف الشكل كده والبرانشز التاني بيبين الميجور ارتريز بس. هنا ده الانترنال وده الاكسترنال. الاكسترنال كاروتيد قريب للانترنال ايلياك ارتري، بيطلع منه برانشات على طول اول ما يطلع، انما الانترنال ما بيديش برانشات. احنا عايزين ندي النورمال سيريبرال. ده مين؟ الفيرتبرال. انا متهيألي ناخد السيريبرال كاناتومي عشان نشوف الحاجات كلها. احنا شفنا البرونكيال والابدومينال والفيمورال والثوراسيك. ناقص لنا نعم نصلي ماشي. ماشي. اوكي.